وأضاف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة شهدت حجم نمو غير مسبوق في السنوات السبع الماضية. ولفت مدبولي إلى أن مشروع حياة كريمة يستهدف نحو 60 مليون مواطن في الريف المصري. بالتالي القضية اللي النهاردة بنطرحها يعني قدام حضراتكم جميعا، إن حان الوقت لينا كمصر إن يكون لينا استهداف حقيقي لقضية الزيادة السكانية، وإن إحنا كلنا كمواطنين ننظر لهذه القضية إنها قضية أمن قومي وقضية حياة أو موت وبقاء لهذا الوطن. لأن كل زيادة كبيرة واللي مش هنقدر إحنا كدولة نستطيع بمواردنا الطبيعية نلبي الاحتياجات الأساسية اللي إلينا، هيبقى ده شيء عنصر سلبي وضاغط علينا كلنا، ولازم إن إحنا ننظر لهذا الموضوع. ما يبقاش لسان حال الأسرة المصرية، أنا آسف أقولها، ما يبقاش كل واحد فينا بيقول هي جت عليا أنا على الأولاد بتوعي. لا، إحنا لازم إن إحنا ناخد في اعتبارنا المستقبل الفترة القادمة وكيف نتعامل معها.